مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وقاتكم بكل خير. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة. هذا البرنامج اللي دائما بإذن الله تعالى يعطيكم أبرز وأهم أخبار صحفنا وجرائدنا المحلية. اليوم طبعا صحفنا اليوم الثلاثاء تنوعت الأخبار، وإن كان الشأن السياسي ودائما الطاغي على عناوين صحفنا المحلية. اليوم الأبرز يعني قبول استقالة وزير العدل والأوقاف دكتور نايف العجمي، وتكليف وزير الداخلية شيخ أحمد محمد الخالد بوزارة الأوقاف، وشيخ محمد العبدالله بوزارة العدل بالوكالة. طبعا هذا الأمر تقريبا في موضوع الشأن الحكومي هو اليوم من أبرز العناوين اللي طالعنا بها صحفنا المحلية على موضوع مجلس الأمة. الكل يعني يتحدث حول السيناريوهات المتوقعة لجلسة اليوم الثلاثاء، ويعني موضوع النواب المستقلين الخمسة، لكن كل الإشارات تشير بأن هذا الموضوع سيكون يوم الخميس للبت بالاستقالات، حتى إعطاء مجال خلال 48 ساعة المتبقية أن يكون قد يكون هناك يعني أي تطور لموضوع الاستقالات. قد يعني يتراجع النواب، قد تكون هناك أو يبدو أن هناك يعني وسائط في هذا الجانب. والدليل اليوم تصريحين من النائب صالح عاشور والنائب عبد الرحمن العنجري أشاروا بأن هناك مساعي لثني النواب الخمسة عن الاستقالة. فبالتالي هناك 48 ساعة تصلنا اليوم الثلاثاء عن يوم الخميس. إذا نجحت هذه المساعي سيتم التراجع، أو أن فعلا سيكون آخر موعد هو يوم الخميس وسيتم البت في الاستقالات. وبالتالي احسبوا بعد يوم الخميس لمدة شهرين تقريبا راح يكون الانتخابات التكميلية، أو طبعا هو القانون يعني يقول 60 يوم، لكن ممكن يكون أقل. يعني خلال 60 يوم يجب أن تكون هذه الانتخابات، ممكن تكون 30 يوم 40 يوم 50 يوم، ما في مشكلة في هذا الجانب. وبالتالي راح تكون قبل رمضان موضوع انتخابات التكميلية إذا تم التصويت عليها. طبعا هذا الموضوع من أهم المواضيع. مواضيع أخرى تتعلق لا زال موضوع وزارة التربية والوجبات الفاسدة والتهديدات بمساءلة وزير التربية، كذلك تحظى باهتمام بعض صحفنا المحلية. يعني الشأن البرلماني والشأن الحكومي اليوم هو من أبرز الأخبار اللي طالعتنا بها صحفنا المحلية، وراح نشوف يعني أخبار متنوعة وكثيرة جدا أمانة، ما أقدر أحصيها بخبر أو خبرين، لكن اللي ذكرت لكم هو الأبرز. هذا مشاهدي الكرام تقريبا هي أبرز ما طلعتنا به صحفنا المحلية الصادرة ليوم الثلاثاء. راح يشاركنا كالعادة الأخ محمد العجمي بقراءة وتحليل صحفنا المحلية. حياك الله أخ محمد. حياك الله محمد، كذلك نرحب بالمشاهدين الذين انضموا إلينا في هذه الساعة في هذه اللحظة. يمكن ما زال هنالك رتم معين يمكن أخذتها الصحف، أعتقد يمكن قضية الجلسة وما سيدور في الجلسة من قضايا يمكن سيتم إقرارها سواء على مستوى الهيئات أو على مستوى القوانين التي يمكن اتفق فيها السلطتين. هناك جانب آخر يمكن قضية الاستقالات، وأن هل هنالك خطوة قبل أن يحسم الاستقالة من عدمها. اليوم الصحف لم تتطرق إلى هذه القضية يعني لا من قريب ولا من بعيد حول أن هنالك خطوة قبل الحسم الاستقالات. أعتقد أن يمكن الاستقالات خلاص حسمت وفق ما تقوله الصحف. يمكن جانب آخر يمكن قضية الأغذية الفاسدة اللي أثارت الأنباء أمس، اليوم تم يعني اتخذ خطوات وفق الصحف تقول أن الوزير أحمد المليفي أخذ خطوات في هذا الجزئية. فاليوم يمكن حصيلتنا نوعا ما بسيطة من الأخبار، لكن لم يكن هنالك خبر يعني تداولته الصحف. بدأت المانشيتات تأخذ حيز يمكن على مستوى الاقتراحات أو على مستوى يعني الأسئلة البرلمانية. أعتقد أن جلسة الثلاثاء هي سيكون أعتقد غدا ستكون المانشيتات وفق رؤية أو وفق إنجازات المجلس وما يدور في قبة عبد الله السر. ممتاز. طبعا ننوه يعني على موضوع التواصل، إذا كان مشاهدي الكرام حاب يتواصل معنا يعني قاعد يعرض لكم بالشاشة من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالنسبة لحسابي حساب الأخ محمد العجمي. من أراد التواصل وخلال الحلقة ما عندنا أي مشكلة لأي استفسار لأي سؤال لأي يعني أمر يتعلق في ديوان الصحافة والصحف المحلية، نحن نتقبل أي نصيحة أو نقد بناء طبعا أو أن أي مقترح في هذا الجانب طوال الحلقة بإذن الله تعالى وكل حلقاتنا القادمة لمن أراد أن يوجه أي توجيه خلال يعني هذا البرنامج. أمامكم يعني مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للحساب حساب الأخ محمد العزمي. خلونا مشاهدي الكرام الآن نذهب إلى عناوين صحفنا المحلية اليوم الثلاثاء، ونبدأ بالشاهد ونشوف عناوين الشاهد.
عنوان الشاهد اليوم: العدل 10416 حكما نهائيا ضد بنوك وجهات رسمية خلال 46 شهر، 16158 بحق المركزي ومصارف أخرى نفذ منها 583. وعنوان آخر: الصحة الكويت خالية من كورونا بعد فحص 86 عينة مشتبه بها. مارينا نادي ضباط الشرطة يتسع ل 320 طرادا وزورقا. العملة الجديدة تطرح بداية رمضان، البنك المركزي تسلم 5 مليارات. مجلس الوزراء شكر الداخلية لضبطها مجرمي الفرضة وقطاع جديد للتيقظ الدوائي. الخالد وزيرا للأوقاف بالوكالة والعبدالله العدل وسبع ناقلات عملاقة جديدة لشركة النفط. الدين والصايغ والعبد الجليل والجراح وكلام مساعدين بالداخلية. بسبب فساد الوجبات الغذائية للتلاميذ الجبري المليفي الاستقالة والاستجواب، وزير التربية نجري تحقيقا في الوجبات. الحويلة 10,000 فرصة عمل يوفرها مجمع الشقاي للطاقة الشمسية، 9 ملايين دينار إيرادات معهد الكويت للأبحاث. الغرفة والبيئة بحثتا إنشاء مختبر وطني لتداول المواد الكيماوية. شركة مساهمة لاستخدام وتشغيل العمالة المنزلية. الاستاذ طرح المناقصات وسحبها يفقد الحكومة مصداقيتها. الصحة قطاع جديد لمتابعة الأدوية ومواجهة التلاعب. شركات تتلاعب بتاريخ الصلاحية في مخازن الفروانية والجليب وخيطان. الأزرق يواصل استعداداته قبل مواجهة أفغانستان. والسلامة تطور الرياضة يمر بتطبيق الخصخصة والاهتمام بالمنشآت. دونتسك الأوكرانية تعلن نفسها دولة مستقلة، والسيسي لا ثأر بيني وبين الإخوان، ومصلحة مصر أهم من المنظمات. حجم التحدي كبير ويتحقق باجتهاد المصريين. ضبط 40 خلية إرهابية في مصر وضربات استباقية ضد المتشددين. نبيل نعيم سجل الإخوان حافل بالقتل والإجرام. هذه مشاهدينا الكرام هي عناوين جريدة الشاهد. طبعا الخبر الأهم مشاهدينا الكرام هو خبر وزارة العدل، وهو رد وزير العدل على سؤال برلماني. والوزير يقول أو الوزارة تقول: أكد أن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجهات الحكومية من 1/1/2010 إلى 31/10/2013 بلغت 10,000 حكم 416. وأوضحت أن عدد الأحكام الصادرة بحق البنك المركزي والبنوك الأخرى 16,000. تم التنفيذ 500 من 16,000، تم التنفيذ 583 حكما منها فقط. وأشارت إلى أن عدد القضايا المتداولة في المحكمة ضد البنك المركزي والبنوك المحلية أخرى المواطنين 2,151 قضية وغير مبين 57 وجنسيات أخرى. وقالت: لما كان تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الموظفين بالجهات الحكومية يتم باللجوء إلى الوزارات المحكوم عليها دون حاجة لفتح ملفات تنفيذ بشأنها، فإنه لا يكون لدى وزارة العدل أي معلومات بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد غيرها من الوزارات. وهذه هو الخطورة في الأمر. أخي محمد، 10,000 حكم ضد جهات حكومية على رأسها طبعا البنوك والمركزي ووزارات، ما نفذ إلا 500 حكم. يعني لو أخذناها بحسبة بسيطة الخبر يقول 16,000 ضد البنك المركزي والبنوك الأخرى، 500 فقط اللي نفذ، يعني تقريبا ما يقل عن 15,000 اللي ما نفذ. لماذا الجهات الحكومية لا تنفذ أحكام صادرة باسم سمو الأمير حفظ الله وأحكام نهائية؟ أعتقد هذا يعني خلل، الحكومة نفسها تخالف الحكومة. أعتقد محمد يمكن لو نروح للبلدية بس من أساس الدولة، أعتقد هي اللي تأتي بعد البنوك، لأن هنالك أحكام نهائية كذلك في البلدية أو أي جانب آخر. إحنا مشكلتنا في الأحكام النهائية أنها لا تنفذ من جهات يعني قانونية وتطلب بتطبيق القانون، وعندما يذهب إلى القضاء ويحسم أمر القضاء حتى يسأل الاستدارة عن هذه القضية تبدأ المماطلة، سواء على الجانب، يعني هو إحنا لا نتكلم على جانب البنوك كثر ما أننا نتكلم على الأحكام النهائية بشكل عام. لماذا لا تنفذ؟ وأعتقد أن الخبر يتحدث عن أن عدد القضايا المقاومة ضد البنوك المشارة إليه لا تضمن القروض الاستهلاكية لعدم توافر البيانات الخاصة. ترى هذا ما له علاقة في إسارة القروض،
ويقول الخبر كذلك محمد: توافر البيانات الخاصة بنوع القرض وموضوع الدعاوى ضمن النظام الآلي، وأن توفير هذه البيانات تقتضي تفرغ العديد من الموظفين لسحب القضايا من الحفظ ومراجعة كل ملف على حدة. كذلك ذكر الخبر ما يتطلب هذه الفترة الزمنية طويلة ويؤثر. إحنا ما راحوا الجانب الشخصي، لا، هنالك قضايا قد تكون هذه الدعاوى مثلا على أرض للبنك ما دفع فيها مبالغ مالية، فالدولة ترفع عليها قضايا فيكون حكم نهائي يؤدي هذه الأرض أو يؤدي هذه المبالغ وإلى آخر الموضوع. بالتالي أعتقد بأنه رقم خيالي جدا. أنا كنت أتوقع أن هناك ما في تنفيذ، لكن بعد هذا الرقم أعتقد أن الرقم كبير جدا. يعني يقول 500 قضية لم تنفذ حكم نهائي يمكن يعني يمر، لكن 10,000 حكما نهائيا ضد البنوك وجهات رسمية خلال 46 شهرا، يعني 4 سنوات أو 3 سنوات تقريبا ونص بعدها بالأخير ما في تنفيذ، فأعتقد أن أمر يعني جلل، وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى 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 تنفيذ ويحتاج إلى دعم تنفيذ هذه القوانين. وأعتقد أي حكم نهائي فهو نافذ بعده يكون حكم نهائي، يعني ينتهي من درجات التقاضي فهو حكم نهائي لابد أن ينفذ في ساعته وفي وقته، وعدم تنفيذه عقاب آخر لعدم التنفيذ ويعني تلبية هذا الحكم النهائي وأنه خذت درجات التقاضي. وهذا أمر خطير ورقم أعتقد رقم كبير جدا، ولا يوجد مثل هذا الرقم في الاستهانة بالأحكام القضائية. نعم. طيب خلنا ننتقل الآن إلى القبس ونشوف عناوين القبس. عنوان الرئيسي للقبس: قبول استقالة العجمي والخالد للأوقاف والعبدالله العدل، الجبري يلوح باستجواب المليفي وجلسة نيابية خاصة للمرأة، سهر وكيلا بالأنماء الاجتماعي والجراح والدين والصائغ وكلاء مساعدين في الداخلية، لا إصابات بكورونا، الفحوصات أكدت الخلو من الفيروس، و43% زيادة إنفاق الميسورين على السياحة والسفر، 13,000 أنثى يجمدن طابور التوظيف، 5,000 المنتظر الدور من حملة المتوسطة، مواد كيماوية نستخدمها يوميا تسبب العقم، الذكرى 6 لرحيل الشيخ سعد العبد الله، والمرأة في الأوقاف أين العدل والإنصاف. هذه تقريبا عناوين جريدة القبس، يعني أعتقد ما فيها شيء الكثير اليوم، موضوع يستخدم. خلينا نشوف جريدة. عنوان الجريدة اليوم على جلسة مجلس الأمة: المجلس يقر البيئة والنقل اليوم، والغانم أجريت اتصالات بالمستقيلين وسأطلع النواب عليها في الجلسة، قبول استقالة العجمي وتعيين محمد الخالد الأوقاف والعبدالله العدل بالوكالة، محامي محمد صورة أماندا مفبركة وسنتخذ إجراءاتنا، 49.5% انخفاض عدد صفقات سكن الخاص، فحص 86 عينة مشتبه في إصابته بكورونا والنتائج سلبية، المباحث تضبط صاحب عمل أراد رشوة موظفي في الفروانية. هذه عناوين جريدة الجريدة. ننتقل إلى الصباح ونشوف عناوين الصباح. عنوان الصباح اليوم: الاستقالات الخمس تحسم الخميس في الجلسة الخاصة، النواب المستقيلون مصرون على موقفهم رغم مطالبة البعض للغانم ببذل مساعيه لإقناعهم بالعدول عن مواقفهم، كل الخيارات مطروحة وأغلبية الأعضاء لا يريدون إغلاق الباب أمام شعار الصلح خير، الجيران ما زالت هناك محاولات حثيثة لإقناع المستقيلين بالتراجع، وجميع الإجراءات الدستورية واللائحية اتخذت، الجبري المليفي مطالب بإيضاح ما نشرته إحدى الصحف عن وجود أغذية فاسدة بالمدارس، العجمي قدمت استقالتي وأشكر صاحب السمو على قبولها وتفهم أسبابها، مرسوم بتعيين الخالد وزير الأوقاف والعبد الله وزير العدل بالوكالة، مجلس الوزراء قرر مراسيم بتعيين اللواءات الجراح والدين والصائغ بدرجة وكيل وزارة مساعد بالداخلية، نواب يقترحون إنشاء شركات مساهمة لاستخدام العمالة المنزلية، تعديلات جديدة مقترحة على قانون BOT تجيز بيع أو تأجير أملاك الدولة
الخاصة المنقولة بغير طريق المزاد العلني، مطالبة بإجازة رسمية في العشر الأواخر من رمضان وجعل الدوام الحكومي من العاشرة إلى الثانية ظهرا. موسى لحملة البكالوريوس حقية التعيين في الدفاع برتبة ملازم أسوة بالداخلية. هذه تقريبا هي عناوين جريدة الصباح. أخ محمد، يعني الحديث يعني أغلب الصحف اليوم تقريبا الصباح ويمكن حتى موضوع القبس على الاستقالات الخمسة، يبدو أن هناك مساعي حديثة كما أعلن عنها الجيران وصالح عاشور لمحاولة ثاني النواب عن استقالة. آخر مهلة يوم الخميس، يعني يفرقنا عن يوم الخميس 48 ساعة، تتوقع أن يكون هناك تراجع، تتوقع أن يكون هناك تدخلات وضغوط على النواب لثنيهم عن الاستقالة، أم أن الأمور ماشية إلى الاستقالة والانتخابات التكميلية؟ لا أبو محمد، هو ذكرها علي الراشد قال أنا دق على تليفون أبو عاصم، وبما أن الزمالة والصداقة والأخوة بين الأخوة، ويقول أنا ذكر لي يعني أن هذا الموضوع أنا خلاص انتهيت، يعني أنا ما يحتاج أحد يكلمني. فهذا أعتقد أن تكلم عن مساعي السلف أو التجمع السلفي من خلال الأخوة الأفاضل هناك. الجانب الآخر، يعني مرزوق الغانم عندما قدمت الاستقالات لم يسعى في وقتها، فعندما استلم الاستقالة المفروض من استلام الاستقالة تكون قاعدة أخوية وقت استلام الاستقالة وتراجع، مو أخذها وأحطها وبعدين أرشها وبعدين أسعى. أعتقد هذه جزئية لن يذهب لها مرزوق الغانم في هذا الموضوع، ولم يعني يمكن الجيران يتحدث بأن ما زالت يعني هنالك محاولات حديثة لإقناع المستقلين بالتراجع وجميع الإجراءات الدستورية والإحياء اتخذت. أعتقد بأن جميع الإجراءات الدستورية والإحياء هذا يمكن الأساس في الخبر نفسه، بينما أن هناك تراجع من خلال أعتقد القويعان ذكر على حسابه بأنه ما في تراجع، خلاص انتهى الأمر، حسم من جهته. فالكل والأغلب بأن هذه القضية حسمت في الاستقالة. عاد كيفية البت فيها، هل ترجع، هل يتم حسمها بسرعة، هل الدعوة للانتخابات، هذه يعني تترتب على التعاطي في المواقف السياسية. نعم محمد. نعم. طيب ننتقل إلى جريدة النهار. النواب يطالبون بوزير أوقاف لا ينتمي لتيار بعد قبول استقالة العجمي واحتمال ترشيح ضابط إخوانجي متقاعد لشغل الحقيبة. الفضل حدث تحاول إدخال ربعها إلى الساحة من خلال دريشة الحكومة. مجلس الوزراء شهد بعطاء العجمي. الخناق يضيق على المليفي المنصة والاستقالة بسبب قضية الوجبات الفاسدة والتنفيع في التعيينات. السيف الصورة المتداولة لسمو الشيخ ناصر محمد عبر مواقع التواصل المفبركة. الخالد اعتمد تصاميم مستشفى الشرطة الجديد. وسمو رئيس الوزراء يزور الصين الشهر المقبل. والجراح والدين والصايق وكلام سعيد في الداخلية. والقوى العاملة كشفت محاولة رشد موظفة. والمعيوف يؤكد استعداده لخوض الانتخابات التكميلية. الكل رايح الانتخابات التكميلية أخي محمد. سالفة المليفي وسالفة الجبري ضد المليفي، هل يعني بالأمس يمكن كانت عالم اليوم كتب السيناريو بأن يراد أن يكون هناك وزير كبش شداء حتى المجلس الحالي يلمع نفسه كما قالت بالأمس جريدة عالم اليوم، واليوم تشير أن الجبري وتهديداتها بالمليفي بأن بهذا السياق، أن الهدف أن يكون هناك كبش فداء حتى يعني ينشغل الرأي العام في موضوع حسن جوغب. هل فعلا هذا السيناريو محتمل أن يكون المليفي هو الكبش الفداء كما تزعم وتقول؟ طبعا على ذمته، مو كلام من هذا. أعتقد بأن يمكن هذا على اليوم تسعى في هذه الجزئية، لكن أعتقد أبو محمد بأن مسألة لابد أن نحطها في اعتبارنا، بأن قضية الاستجوابات في هذه اللحظة وفي هذا الوقت وفي هذا الجو السياسي لن يصل إلى إخراج وزير من وزارته أو استقالة وزير. وأعتقد أنا قلت لك مهما كانت الأمر اليوم في قضية أثارتها يمكن جريدة الأنباء بالأمس اليوم تكلم فيها، وكان يتحدث وزير التربية وزير التعليم العالمي مليفي بأن هذا الجانب خط أحمر لا نستطيع أن نساوم عليه، الأغذية والغذاء سواء للأبناء أو في المقاصف. وهذا جانب يعني إحنا لو قلنا مثلا محمد أن هناك مدرسة دخلت إلى التسمم أو طلبتها دخلوا إلى التسمم، هنا نقف. لكن هذا الكلام هو عبارة عن تقارير
لم يكن هناك شيء واضح ملموس من قبل مدارس، من قبل منطقة تعليمية معينة. هل القصد من التخويف؟ هل هذا الأمر هو عبارة عن سيناريو لدخول يعني وجبات غذائية أو شركات أخرى؟ إحنا لا نعلم عن هذا. لكن لماذا دخل طرف الجبري في هذا الموضوع؟ لماذا؟ هل هذا قدم في سؤال برلماني؟ هل هو أراد أن يتصدر هذا الموضوع؟ أنا والله لا أعلم عن هذه الجزئية شيء، إلا أنني أجد بأن أي احتقان سياسي لن يكون في صالح النواب لسبب معين، لأن أنت لست يعني لديك القدرة بإطاحة وزير. أسئلة برلمانية يمكن حتى الوزراء لا يستطيعون عن إجابة بعض الأسئلة البرلمانية ويكتفون بالتمديد فقط لغير، لكن أعتقد أن يكون هنالك استجواب لإطاحة بوزير ونكون فيه هناك تضامن، لا أعتقد أن هنالك مثل هذا القبيل. طيب تتوقع أن تصاعد هذه المسألة؟ لا لا عادية المسألة، يعني تعتقد أقل من ذلك. وأنا أقول لك بس الجبري يعني متحمس على الموضوع هذا، خليه يتحمس على غير يتحمس مشكلة على الجبري. ممكن النواب يكون معه؟ ما راح أحد يوقف معه. يعني ليش أنت واثق من هذا الجانب؟ أنا واثق لأن القضية أبو محمد قضية لم تكن ملموسة، قضية عبارة عن تقارير وعلى ضوءها يمكن يشكل تحقيق إملي فيه وحتى يوقف على المنصة. أنا شكلت لجنة تحقيق، وين المشكلة؟ وين المصيبة؟ وين اللي تضرر؟ وين الطالب اللي توفى يعني أو لا قدر الله، أو وين الطالب الذي تسمم من هذه الوجبات؟ ما في أحد. إذن هي عبارة عن تقارير، قد تكون الشركة الموردة مستضرة التي لم تورد ولم ترجع إلى المناقصة فبدت تتخذ هذا الإجراء وتتخذ هذه الأوراق في هذا الموضوع. نعم. نذهب يعني موضوع لا 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 موضوع أحد المواقع الإلكترونية اليوم يعني سيف المحامي اسمه رئيس مجلس الوزراء، كل فترة أخ محمد واضح يطلعون لك بشغلة، بعض الحسابات الوهمية طبعا زين، ويخلون يعني البعض يركبون الباص لمدة أسبوع كامل وبعدين يغيرون، إذا شاف المسألة ماتت هم طلعوا بشغلة جديدة مثل موضوع الشريط، أعطونا كم فترة خلوا الناس تتكلم أسبوع أسبوعين بعدين راحوا وبدأوا يحللون. الآن شوي فقرة يطلعوا لي، اليوم طلعوا لي بصورة يعني مفبركة لسمو الشيخ ناصر محمد الله العالم، حاطي لي فيها ترجمة، وهم ركبوا الباص اليوم الجماعة ما شاء الله راكبين الباص راكبينه يعني على طول، أعطوهم فترة يتكلمون. أنا ما راح أتكلم على رد عماد السيف وأنه راح يلاحق وكذا، لكن بتكلم على الموضوع هذا الحساب الوهمي طبعا واللي قاعد يعني من خارج الكويت قاعد يذكر بعض المعلومات، يدعي انها بعض المعلومات لكن هذا الامر غير صحيح، لان اخ محمد موضوع الشريط عرض في مجلس الامه وكان غير واضح وغير صافي، لكن هذا يبدو انه يعني مشى صفاه وبدا يترجم ما حدث كما يقول ويدعي بان الشريط حصل فيه هذا الامر. إلى هذه الدرجة الناس بسطاء؟ لهذه الدرجة كل يوم بأسبوع يعطونا ركبونا باص والناس تركب الباص أسبوع كامل تغدد فيه وبالنهاية يطلع الأمر هذا مفبرك؟ ليش الأمر هذا بهذه السهولة صار بتويتر المسائل بسرعة يعني ينقص على الناس بطريقة سهلة جدا؟ أنا يمكن ذكرتها في قضية يمكن الوزير المليفي أبو محمد وأنه رد على واحد شتمة أو ما شابه ذلك وأنه حساب وهمي. إحنا مشكلتنا نعطي الحسابات الوهمية بأكبر من قدر. لا ما أعطينا أخ محمد، عفوا أخ محمد، لا 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 حساب الوهمي يغرد وهناك من يرتوت له، معروف اللي عملوا الرتويت وحاولوا يعملون قصة، هي واضحة يعني التمثيلية واضحة جدا، اللي تابعها اليوم واضحة حط الصورة هذه ومعروف شوف من اليوم يعني علق عليها. ليش؟ أساس لأن اللي علق عليها ناس يتبعون بالألاف، عرفت؟ هذه الخطة معروفة يعني أنا شوت أنا باصي وأنت شوتوا يلا انا اعلق والله الحساب كشف كذا كذا اليوم دريت اليوم السالفه يسمونها هذه الاماندا مش اسمها اللي حاطين صورتها واماندا 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 اعتقد اسمها ما ادري والله لا لا بلا نسيت اسمها يعني الاجنبيه اللي حاطين صورتها يعني بهذا الاسم يعني كذا اي هذه صوره اماندا نعم اماندا صح الجريده الجريده اي فهم شنو هني النجاح الإعلام. وهذه حركات نعرفها اخ محمد في الاعلام حساب وهمي ينزل لي شغله وانا والله قاعد اقول والله سبحان الله ترى غريب اليوم قالوا في كذي كذي لا الثاني يقول والله في الناس المساكين البسط يقول والله هذا النائب السابق وهذا سكرتيره السابق وهذا الاعلامي المعروف قاعد يقول عن الكلام هذا فالناس كلها تتبع ويصير يعني يحشدون راي عام حول هذه القضيه. هذه الخطه معروفه ومكشوفه بالنسبه لنا انا وياك اخ محمد والاعلاميين يعرفون هذه الحركه. ما اتكلم عن الحساب الوهمي، الحساب الوهمي يعني هذا منتهي نهائيا واساسا معروف انه قاعد من خارج الكويت ومعروف اساسا من اللي يتبع لان هذا الامر ما يخصنا حرب بينهم
ما لنا علاقة بالحرب اللي قاعدين يخوضونها، واحد يحرق بالثاني واحد يطق بالثاني، هذه المعركة لا هي معركة الشعب الكويتي ولا لها علاقة. في يعني قوة قاعدة تكسر بعض، تكسر تكسير عظم، وفخار قاعد يكسر بعضه، ما لنا علاقة فيها ولا نستفيد منها شيء، والشعب الكويتي ما يهم هذا الأمر، كسروا بينكم دمروا بينكم، لكن أهم شيء الشعب الكويتي ودولتنا الحبيبة، خلي حروبكم بينكم، حنا هذا الأمر لا تنطلي علينا. خطورة في الأمر أخ محمد أن فيه تنسيق من اللي قاعد برا وقاعد يغرد واللي موجودين داخل واللي قاعدين يحثون الشباب على عمل قلاقل، وأنه فيه مؤامرة وأنه تكبير تكبير، وهذا الخطورة في الأمر أخ محمد، مو الحساب الوهمي. طيب أنا برجع على الموضوع، ودي أكمل الفكرة حتى بالأخير تقدر تعلق عليها أبو محمد. أبو محمد حنا مشكلتنا على الحساب الوهمي. أي خبر أو أي واحد يسوي ريتويت مثل ما قال أخوي عويد، أو واحد يقول خبر بناء عن حساب وهمي، اعرف أن الخبر هذا كأنه شيء لم يكن. لسبب، لو أنه صحيح لكشف عن نفسه بأن هذا الخبر صحيح. مثل ما قال عويد، احنا المشكلة مو 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 في الحساب الوهمي، المشكلة في الريتويت. طيب الريتويت عن شنو؟ عن حساب وهمي. يا جماعة الخير، احنا مشكلتنا عطينا الحساب الوهمي اكبر من حجمه، لان اللي قاعد يرتوت على حساب وهمي مو قاعد يقول اني انا اللي قلته، لا ما حمل عن نفسه. بالنسبة لنا حساب وهمي، لكن اللي رتوت له يعرف انه مو وهمي، عارفه عدل. بغض النظر، انا قاعد اقول لك المرجع الاساسي، احنا نرجع للريتويت نفسه. انت تقرا، ترى يا اخوان ما يمنع اني اقرا الخبر بصيغة بشكل، جانب اخر او شخص اخر ما يعرف يقرا الخبر، ياخذ المانشيت ويترك الجذور. لا، احنا ناخذ اي خبر او اي معلومة. احنا مشكلتنا في ركوب الباص او ان الواحد تاخذ وكاله يقولون لسبب انك من اللي قال لك الكلام هذا، يقول والله يقولوا لي زين منو من اللي قاعد يقول الحكي هذا حتى اخذ مصادر ان شخص يقولون فلان حرام. يعني انا اذكر عدد وانا قال فلان صار، وشنو الدليل؟ والله رجل مثقف، شنو الدليل؟ قاعد قال والله يقولون. الان تتهم انسان انه حرام وساق، بعدين تقول يقولون، شنو الدليل؟ والله مقابله صحفيه نائب سابق قالها. طيب شنو الدليل؟ شلون تردد هذا الكلام؟ انت الان يعني حطيت بذمتك هذا الامر واخذت اثمه في هذا الجانب، شلون تقول تتم انسان؟ المشكله الناس تردد اي كلام يعني يوجد، والربع عرفوها ترى صح، عرفهم في ناس معات للاسف الشديد. صحيح. بس قطها زين حساب الوهم يتكلم، انا اقول اخ والله اليوم في معلومات خطيره قالوها في تويتر، الثاني مساكين ها والله هذا اعلامي قاعد يقول الكلام هذا، اكيد في شيء، وتمشي اللعبه بالطريقه هذه. انا سميت قضيه معينه، اي حساب ما له اسم ما له عنوان ما له شخصيه معروفه معترف فيها فعليا، مو انا احط لي حساب باسم عويد وعويد ما يدري عن نفسه، لا هذا ما له علاقه. نقول اي حساب لشخصيه معتبره معروفه حتى لو كان في عناوين او وضعه، لكن بالاخير معتبره معروفه. اما غير يحط لي اسم لقب وبالاخير تلقى التزايد فيه، واحد سوى الحساب قبل اسبوع متابعين 12000، اوف شنو هذا؟ تعرف ان هذا الغمنده او كبش، او انا اسميها محطة إشاعات، يعني أنا أطلقت عليها جماعة القطيع اللي متابعين هذولا. لا لا، شلف. إشاعات روح بس، يعني تحط لك نبتة للإشاعة، حتى تحط فيها أي إشاعة. قد يكون هذا الحساب لعشرين شخص، سبعين شخص، حنا نسوي إشاعة عن طريق ونسوي قلاقل، والله الخبر فلان. طيب أنت الحساب هذا وهمي، فدليل أن الخبر وهمي ودليل عن الخبر وهمي أن لا يوجد له عنوان. أنا الآن أنا كصحفي يجيني مصادر أخبار، إن لم يكن هذا المصدر ثقة معلوماته أكيدة، ما أقدر أحط الخبر. صحيح. هذا حطه هناك، أنا عندي مصادر غير موثوق فيها. نعم. يعني أمثلك، أكتب الخبر وردت أنباء، قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، لكن أكتب الخبر أنها وردت أنباء، لكن من مصادر موثوقة، من مصادر مطلعة قريبة. وتنسبها لشخصها بعد. نعم. ما يمنع ذلك، قد لا يكون يعني يبتعد عن اسمه، لكن بالأخير أنا أعتقد أن تويتر هي ثقافة جديدة علينا أن نتعلم. مثل حين ما نقرا صحف ونقول لكم هذا الخبر شنو فيه شنو اسبابه، هنالك يعني ترى ما يمنع انك تتثقف وتشوف شلون ثقافتك في شلون الناس، حتى في التغريده بعض الناس يرتويت شغله معينه ما يدري فيها عن حسن نيه يضر فيها. اخ محمد فعلا قلت كلام مهم جدا، يعني حساب خمسة ايام يصل يعني متابعين 12000، انا اقسم بالله النوعيه هذه من الحسابات لا اتابعها ولا رتويت له ولا القي لها بالا، خصوصا اللي قاعد تروج. شنو حساب وهمي ويتكلم والناس كلها تابع؟ البعض يقول لك والله انا بشوف شو قاعد يصير. ما انت المشكله قاعد تخدم اللي يروج اشاعات، ايش دراك؟ قد يكون هذه استخبارات. بيوم من الايام تذكر اخ محمد في احد الحسابات كان خارج الكويت وتكلم عن الكويت وضد الكويت وضد الحكومه وتكلم عن العراق وتكلم ودش في امور متاهات كثيره. لا
خطيرة جدا شغل استخبارات. بعض الحسابات تكون شغل استخبارات، لكن الغريبة اللي تابع أمانته، اللي تابع نوعية. احنا عارفين اللي قاعد يروج لهذا الحساب معروفين، توجهم عندهم مشكلة مع الطرف الآخر، عندهم مشكلة مع الطرف، هم أساسا لأن الصراع أكثر من طرف. ترى المشكلة الحين مو طرف طرفين بالكويت قاعد يصير للعلم، ترى يعني حوالي 4-5 أطراف كلها قاعد تتصارع الآن، مو مسألة بس طرفين. لكن اللي على موضوع الحساب هذا، لا طرف يريد الانتقام من الطرف الآخر، وبالتالي يعني يبدو التقت مصالحهم في هذا الجانب، وبالتالي دشوا في هذا الموضوع وخلوا الناس اللي تصفق، اللي ما تدري ايش السالفه، مثل الاطرش بالزفه، كل ما شاف له شيء صفق ومشى معاها اللي طقت 12000 اللي يتابعونه، مثل الاطرش بالزفه، روح يلا اي والله شوف ايش قال، واو خطير قال. طيب شنو الدليل؟ قولوا له شنو الدليل يا جماعه؟ ماكو دليل، صوره حاطين فيها تحت كلام باللغه. طيب شو الدليل؟ من المترجم هذا؟ ايش دراك ان هذا الترجمه صحيحه؟ هني السؤال، الكلام الموجود يعني ايش دراك انه صحيح هذا الكلام؟ يعني بس شوي خلي شوي نوسع شوي عقولنا ونفكر في هذا الموضوع، ايش دراك الموجود هذا صحيح ترجمة؟ انا ممكن احط لي صوره الان اخ محمد العجمي واحط تحت اقول والله محمد العجمي سلم 20 مليار. افا 20 مليار؟ لا لا، تومان ايراني يعني راقي زين، بكتب كذي زين وبنزل لك وش اسمه بال، بس انا والله ثاني بروح البنك. بيصدقون العالم ها؟ صح. واقدر اسوي فوتوشوب اجيب تشيك كذي واحط اسم مع اشيل يعني اسم الموجود الان بال بجوجل، الصور الموجوده احد الشيكات واحط اسم محمد حاتم، بس ترى عاديه جدا المساله. لكن الغريب الناس اللي تصدق هذه المساله ولا يدرون هل هذا الامر صحيح ولا مصحيح. يا جماعه ما يصير لهذه الدرجه، وصلنا الى مرحله ان نصدق كل شيء قاعد ينزل. اللي عنده دليل روح عند النيابة العامة، ما تقدر النيابة العامة روح المحاكم الأوروبية موجودة، ترى إذا فعلا عندك أدلة روح المحاكم الأوروبية حاسب محاكم. أما والله تقعد لي تحاول ترويج إشاعات والناس مسكين مصدقين في هذا الجانب، أعتقد أن هذا الأمر يعني ما ينبقي. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية أخرى فتثبتوا. وين التثبت والتبين؟ أي موضوع حتى لو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، اعدل هو أقرب التقوى، حتى لو كان عدوك وخصمك اعدل، احتل في هذا الجانب. يعني مش تشاتك، الحين قاعد الناس يدورون سلف، دورون سلف ها من الحين على طول. والله في ناس يعني متابعينا من يقول يا اخي ما عندك سلف وايد قاعد تسوي. شوف، فهذه بعض القضايا قد تكون القصد منها زعزعه، وهذا امر خطير. يعني هم بعض الناس محمد، انا بس عفوا اخي محمد انا بس قاعد اكد، ترى انا ما قاعد ادافع عن طرف، والله ما قاعد ادافع عن اي طرف، لكن اتكلم عن مبدا، على مبدأ أن لا نكون مثل الإمعات، أن أحسن الناس أحسننا ونساء ناس نمشي مثل سياسة القطيع. أنا ما بي مع هالجانب، هذا اللي أقصد عليه أخ محمد. البعض قد يفهم، قاعد أقول لكم أنا في 5 أطراف قاعد تتحارب الآن، 5 أطراف وليس 4، 5، واحد يضرب الثاني، معروف هذا الأمر، كلكم تعرفون هذا الأمر، وللأسف الشديد هذا الأمر الآن موجود. لكن وقلت لكم بالأمس هذه الأمور راح تحسم وأيام قليلة جدا، هذه النقطة بس حبيت نوضح أخ محمد. بس طبعا بس أبين، إحنا نتحدث عن قضية بعض الناس عن طريق حسن النية يسوي ريتويت عن حسن النية، ويعني نجبل علينا يعني نظن في حسن الظن يعني في هذا الجزئية، لكن يا أخوان هذا الجانب قد يكون عليه عقبات، ويعني تأخذ ذنب أنت في غنى عنه. ثق بالله أن بعض الكلمات قد تكون فيها زعزعة وكون فيها ذنوب أخرى أنت في غنى عنها، فإذا كانت معلومة يعني قيمة لها قيمة معنوية، أما الأخبار وكالة يقولون وحسابات وبالأخير نطلع أنا والله سويت إشاعة وأنا والله لا يتبعني مت، أنت ذنب المئة ألف، ويوم يوم يعني يوم القيامة المئة ألف هذا يسألونك عن هذه المعلومة اللي أنت أخذوا عنك هذه المعلومة أو هذا الكلام. نفس الكلام يعني هو نفس الغيبة أو النميمة، المجلس واحد، أنت الآن حطيت لك مجلس في أشخاص تتابعهم في أشخاص يتابعونك، فلماذا لا يكون عندنا مصدر ثقة؟ بعض الناس وأنا يعني من الأشخاص اللي لا أغرد إلا نادرا إلا معلومات أو قضية معينة، أو قد أنفع بهذا الكلام شخص معين بعيدا عن أني أنا أسوي إشاعة لشخص معين، وهذا أمر غريب مريب لم يكن في عهد ولم نعهد فيه كمجموعات أو ك يعني من تربية من أخلاق من دين. هذا أمر أعتقد أنه بعيد كل البعد عنه، ونتمنى من الله عز وجل أن يبعد يعني الناس كلهم عن القيل والقال، ويعني الطابور الخامس وما أدراك ما الطابور الخامس. نعم طيب، عموما خلينا نشوف جريدة علم اليوم، ويمكن هم بعد فيها يعني من الأخبار المهمة الاستئناف، عنوانها تقول أرجأت محاكمة البراك بدعوى الإساءة لمسند الإمارة على خلفية حديث كفى عبثا إلى 15 المقبل، أداهم بعد أداء القسم أمام المحكمة
المبارك قال لنا إن الصوت الواحد سيمكن خصومي بالتدخل ماليا لإنجاح نواب والسيطرة على المجلس لإزاحتي. والحربي خطاب البراك جاء تعبيرا عن رأي الأغلبية ولم يتضمن مساسا بسمو الأمير. الدمخ البراك هدف إلى التأكيد على أن تعديل نظام انتخابي تختص به الأمة، والبراك ما حذرنا منه فيه كفى عبثا حصل، وعلى جابر المبارك أن يرحل. عنوان آخر، العجمي: أشكر الأمير لقبوله استقالتي وتفهم أسبابها، يشهد الله أني حريص على القيام بمهمتي بصدق وأمانة. عاشور: سنطلب من الغانم التدخل لثاني المستقيلين عن قرارهم. والصبيح: لجنة لحل وتصفية جمعية الصوابر التعاونية. الشؤون: ضبط صاحب معاملة غير قانونية قدم أموال لإنجازها. الشؤون ما صادوا لهذا المسكين اللي قدم معاملة زين وما مشت أموره، يعني هو الوحيد اللي صادوا الشؤون، والفساد موجود يعني في لا في في بعد في والتجار وأصحاب الشركات والرشاوي قاعد تصير اللي قدم. طبعا هذا لا يعني إنه ما نعاقبه، لكن عاقبوه وحطوه بالجريدة. واللحوم الفاسدة، وين البلدية، وين الشركات التلاعب والرشاوي قاعد تقدم؟ بس هذا اللي مسكتوه وحطيته بالجريدة، وبقية هذول لا حس ولا خبر، ومستانسين بعد الشؤون صادوا لهم واحد بكل جريدة حاطينه شهروا فيه، يعني ما بعد تشهير، يعني قدم له رشوة وانصار عشان يمشي معاملته في وزارة الشؤون. وشركات تقدرون تكتبون عن شركات قدم رشاوي، والشركات اللي باعت لحوم فاسدة، والشركات اللي يعني مشاريع الكويت كلها معطلة وواقفة وغشت الدولة، تقدرون تنشرونها؟ للأسف لا، لكن لأن هذا بسيط، يعني صرنا مثل بني إسرائيل، إذا أقام فيهم الشريف تركوه، وإذا قام فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد للأسف الشديد. لا يعني هذا أن حتى الصغير لا يقام عليه ولا أنه يعاقب، لا يعاقب، لكن كنا نتمنى كذلك علية القوم اللي يسرقون ويقدمون الرشاوي أن كذلك يشهر فيهم في الصحافة نفس ما شهر بهذا المواطن اللي قدم هذه الرشوة. طيب، أنا بقرأ كلام عالم اليوم وبركز على الداهوم. تقول أن الداهوم حضر كشاهد وأكد المحكمة عدم وجود قصد زنا للبراك. وقال الداهوم في شهادته أمام المحكمة أن اللجنة التنفيذية لكتلة الأغلبية قابلت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال رمضان من العام 2012، حيث حذرته من تعديل النظام الانتخابي، فرد قائلا: التعديل يضرني ولا أقبله، وهو من مصلحة خصومي، لأنهم سيدفعون أموالا وينجحون نوابا يسيطرون على المجلس ويهاجمونني ويزيحونني. قلنا المبارك: أنت رئيس الحكومة ومسؤول عن تعديل. فرد: لا أملك. تعليقك محمد على الكلام اللي قاله الداهوم وتنقل عالم اليوم. مبارك يقولك الله لا أملك القرار، وموضوع شيء طبيعي لا يملك القرار لأن أتى بمرسوم ضرورة أساسا من سمو الأمير حفظ الله، شيء طبيعي، يعني لا جابر المبارك ولا أعضاء الوزراء ولا الحكومة ولا مجلس الأمة يستطيع أن يرد قرار لمجلس للأمير إلا طبعا بأغلبية معينة في مجلس الأمة بالنسبة لمرسوم الضرورة، لكن رئيس الوزراء لا يستطيع. إذا لا أراد هذا الأمر يتوكل على الله ويستخيل، هذا هو الحل الوحيد أمام رئيس الحكومة أو أي وزير إذا كان رافض أي مرسوم ضرورة. هذا المرسوم الضرورة هي خاصة في الأمير، لا النواب السابقين ولا الحكومة ولا أحد يقدر، هناك زراء واحد فقط، مجلس الأمة يستطيع إذا في أغلبية لرد هذا مرسوم الضرورة فقط، غير هذا الأمر ما فيه الأمر. وبالتالي شيء طبيعي بيرد لك الشيخ جابر المبارك يقول لك هذا إذا كان صحيح هذا الكلام اللي نقله الداهوم. لكن أنا الكلام الأخطر من هذا، هذا أمر طبعا مسلم فيه، جابر المبارك لا يملك موضوع مرسوم الضرورة، هذا المرسوم مراسيم الضرورة هي خاصة بسمو الأمير، في الدستور للأمير وحده مراسيم الضرورة، وفي الدستور نفسه مجلس الأمة هو اللي يستطيع إذا كانت هناك أغلبية معينة أن يرد مراسيم الضرورة، غير هذا الأمر لا ما في أي حل ثالث. لكن الكلام نقلين عجب مبارك ويقول لك والله يضرني وخصومي راح كذا كذا، ايش رايك في هذا الكلام؟ أعتقد يعني هم القصد من جر جابر المبارك إلى القضاء، يبغى يشهد بالهذا، هو رفض الشهادة. نعم. أنا أعتقد يمكن هي أغلب القضايا يكون يسردون فيها أن اجتماعات حصلت بينه وبين رئيس الوزراء، وبالتالي أعتقد هو القصد من جر جابر المبارك لأن تكون القضية عبارة عن نقص شهود وهنالك شهود قد لا يحضرون، ويعني لأن تكون هذه القضية أقل ضررا في إحكامها. بالتالي إحنا قاله جابر المبارك لم يقله، هذا نحن لا نعلم في ما دار في المجالس، لكن بالأخير نحن نقول بأن قال لكم أو لم يقل فالمرسوم، أنت يعني شخص دخلت البرلمان وتعلم كل العلم
بأن المرسوم لا يوجد فيه تفاوضات، نتفاوض مع جابر المبارك على المرسوم والتفاوض، لا، المرسوم هو أميري يوقع عليه يعني الأمير والحكومة الموجودة آنذاك، حتى تكون هذه المراسم الأميرية تعرض في الجلسة بعد جلسة القسم مباشرة في مجلس الأمة. بالتالي أعتقد رأي جابر المبارك ليس له أي قيمة في هذه القضية كائن من كان، لأن المراسيم وفق الدستور هي مراسيم أميرية. طيب، الوطن عنوانها اليوم كذلك داهم المبارك قال محمد والخرافي يريدان أن يزيحانني. طبعا لا تلاحظون الوطن الآن وعالم اليوم نفس العنوان وأكثر من قضية، لأن يبدو أن مرات يكون هناك توافق في مصلحة معينة، توافق في هذا المصلحة، لكن شيء طبيعي قد نكون نختلف تماما، لكن توافقنا في مصلحة معينة، وهذا الأمر طبعا لأن عالم اليوم والوطن تم إيقافهم في موضوع الشريط، هم تكلموا ونشروا والنائب العام كان مانع، وبالتالي اتخذ حكم قضائي بإيقافهم. يبدو أن هذا الحكم القضائي بإيقاف عالم اليوم والوطن جعلهم الآن يتوحدون في أغلب العناوين وأغلب الأخبار اللي تكون دائما ضد جابر مبارك، ضد جابر مبارك شقالين الآن، الوطن وعالم اليوم يتصدون لرئيس الحكومة، والحكومة يبدو طبعا هذا بسبب ضريبة الإيقاف. داهم طبعا مثل ما قلت لك نفس العنوان، وشاهد نفس العناوين تقريبا، اللهم فقط حاطين اليوم عن عماد السيف، يقول صورة أماندا منسوبة لناصر محمد مفبركة قال أنها نفسها المنشورة في الصحافة بمناسبة اجتماعية في منزله بجنيف. البنك البريطاني يعيش مصائب بسبب التلاعب والتحقيقات هناك من ارتكب جريمة، أماندا تكسب 30 مليون سريين للتزوير على باركلينزن. طبعا أنا بقرأ خبر موضوع أماندا اللي هي طبعا يبدو أنها في بنك باركليز، يعيش تقول وطن طبعا يعيش بنك باركليز البريطاني سلسلة من المشاكل التي تصل إلى حد المصائب، وهو موقف حرج وصعب هذا اليوم. فبعد الإعلان عن نتائج مثيرة يوم الثلاثاء الماضي انخفضت عائداته 28% وفي الربع الأول، وإعلانه إلغاء عدة آلاف من الوظائف بعد يوم من ذلك، تبين أن اثنين من رؤساء التنفيذيين السابقين هما بوب وجون فالي، إضافة لكبار المصرفيين السابقين بالبنك، يخضعون الآن للتحقيق بواسطة مكتب مكافحة التلاعب والتزوير في قضية تتعلق باستثمارات قطر في البنك. وقد ذكر صحيفة فاينانشال تايمز أن ديموندا وفالي والمدير المالي السابق ريست لوكاس ورئيس قسم العمل الاستشاري للضريبة في البنك هما من بين أولئك الذين جرى استدعائهم لإجراء لقاءات مع مكتب المكافحة. وبالطبع أن مثل هذه اللقاءات الاحترازية لا تستدعي الاعتقال، لكن لدى المكتب شعورا بأن لديه أسبابا وجيهة للشك بأن شخصا ما قد ارتكب جريمة. طيب نكمل بقية الخبر. كما يتحرك المكتب طبقا للتحذير، نشوف 63 القائل عليك لا تقول أي شيء لكنك سوف تؤذي موقف الدفاع. طيب احنا بنشوف سالفة أماندا هذه بعدين، كاتبين إذ يقال أن أماندا التي عملت بالنيابة عن إمارة أبو ظبي التي وضعت 3.5 مليارات في البنك قد كسبت حوالي 30 مليون جنيه استرليني للقاء الدور الذي لعبته في هذه العملية، ويقال أن استقالات المشتركة وفرت على باركليز دفع 322 مليون جنيه استرليني للقاء رسوم استشارية. نعم، أنا بس يعني هم فقط جايبين الفقرة هذه عن أماندا، أنا ليش أنا ذكرتها؟ ما بتكمل أعتقد يعني، إيه فقط يعني خبر طويل طويل وبعدين وصل الخبر لفت طبعا موضوع أنها بس أنها عملت في النيابة عن إمارة أبو ظبي في البنك وضع 3.5 مليارات وطلع 30 مليون. طيب، وانتهى الخبر. انتهى الخبر، بقية الخبر عادي جدا. ناس أشخاص يبدو الوطن أرادت شيء من هذا الخبر أمانة، يعني أرادت شيء من إن دمجت أخبار كثيرة، شوفون في تلاعب وفي انخفاض ولا لا لا لا. أنا بشوف سالفة أماندا هذه اللي طبعا الحسابات الوهمية تكلمت، وبعض الشخصيات السياسية اللي هي أثارت هذا الموضوع اليوم عن موضوع أماندا. قلت بشوف شنو موضوع أماندا في الوطن، حطوا عن بنك باركليز البريطاني عنده خسائر وعنده تلاعب، حطوا خبر صغير. بس السؤال، الخبر هذا لو انه ما حد رد عليه، او انه مثلا عماد السيف ما تكلم عن الموضوع، من وين راح يجيبون لهم خبر لحساب وهمي؟ هني السؤال. احنا مشكلتنا رتوته لحساب وهمي ورد عليهم وخذوا الرد،
هذا يكون مستكسب عليهم. فبالتالي عموما يعني واضح ان الوطن له هدف معين في هذا الجانب. قرينا الخبر ما في اي شيء عن اماندا، اللهم ثلاث اسطر. ان اماندا اشتغلت مع اماره ابو ظبي 3.5 مليون، طلعت 30 مليون جنيه سريني ربحت في هذا الجانب. بس بقيه الخبر شخصيات اخرى تتلاعب ومدراء تنفيذيين في هذا الجانب. اذا الوطن له هدف والامر والحكم لكم طبعا في هذا الجانب. شوفوا الذكاء الاعلامي مرات، هذا هو الذكاء الاعلامي، احط فيه فساد وفي كذا وفي كذا، وداخل خبر دخل لي شغله بسيطه واحط عنوان موضوع هذه الشخصيه، وبالتالي الناس تذهب الى العنوان. اوه شوف هذا اللي موجود اليوم نتكلم عن ناصر محمد مكتوب بالوطن انها في شوف الربط شلون يصير وذكاء، والناس اللي غير دقيقه تمشي تنساق في هذا الجانب. اي والله فعلا طلعت هذه مو سهله، هذه عندها بينك وعندها تلاعب وعندها كذا. هو الامر يعني عادي جدا، الخبر ما في اي شيء بالنسبه للموضوع اماده. اقروه وشوفوا واحكموا وشاهدوا الكلام عشان تعرفون شلون يعني اللعب والذكاء الصحفي والاعلامي بالنسبه للصحفيين، وطبعا والقوى السياسيه والمتنفذه اذا ارادت يعني ان تصفي خصومها والحروب اللي قاعده تصير بهذا الشكل. شوف الحروب الان، يعني من كان يتوقع يعني الوطن مع اليوم يكونون مع بعض؟ اللي كانت الوطن وضد مسلم والجماعة مسلم كانت ضدهم يعني الخط، اليوم تتوافق يعني رؤاهم، ليس بالضرورة يكونوا متوافقين، لكن في هذه النقطة هم توافق بينهم في هذه النقطة المعينة، وإن كانوا مختلفين وبينهم خلافات في هذا الجانب. بالتالي السياسة ما لها صاحب، اليوم عدوي بكرة صاحبي، هذا الأمر معروف في السياسة. السياسة دائما مع المصالح. عموما نصل إلى موضوع كاركتير الشاهد ونشوف كاركتير الشاهد. نبي تعليقك أخ محمد على الهامور، ما زال يلتهم يعني ما زال شغال، والدعم شغال. نعم راح الدعم، راح من زمان، بس الوزير مو مقصر يقول لك أنا ينسفهم اللي راح يستغلون الدعم هذا. لا هو يعني احنا نبي نعرف الوزاره دائما يعني من النوع اللي يعطون مانشيت ويعطون اخبار، لكن بالاخير الشيء التنفيذ ما في شيء في بالتنفيذ ما في، ما راح تدري اي شيء. طيب من ضمن الاخبار طبعا موجوده في الشاهد الاخير، مباحث فورانيه تضبط مطلق الرصاص في الجليب، المجني عليه يرقب العالم مركزه، وهذا يدلك على نجاحات وزاره الداخليه الفتره الاخيره. فعلا مباحث ورجال داخليه الله يعطيهم العافيه، انجازات كبيره جدا وخلال فترات قصيره جدا. مجرمي شبرة الفرضه القوا القبض عليهم، واللي اطلق النار على الشخص الفروانية لقوا القبض عليه خلال أقل من 48 ساعة، وبالتالي إنجازات تحسب أمانة لرجال الداخلية يعطيهم العافية على اللي فعلا استشعروا المواطن واستشعر المواطن بالأمن والأمان، وأن هناك رجال يسهرون، وأي شخص يريد العبث في هذا الوطن خلال فترة قصيرة سيتم إلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة. بالتالي أي سطو أي قتل أي جريمة ثق تماما بأن بإذن الله تعالى ستكون، لن تتهنى بأي أموال تسرقها ولن تتهنى بأي شخص تعتدي عليه، لأنك بالنهاية ستحاكم. وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وهذه المقولة صحيحة وحقيقية. أخيرا نشوف كاركتير القبس. بوكو حرام بوكو حلال، موضوع هذه الحركة الموجودة في طبعا في نيجيريا فعلا يعني شوه صورة الإسلام. لا أنا أجزم جزما ولن ويمكن أقسم قسم أن هذه الجماعة اللي تدعي أنها مسلمة ما هي الهدف منها لتشويه الإسلام، وقد يكون وراها كذلك شغل استخبارات تشويه سمعة الإسلام. بالتالي يأتوا لي كم واحد يعني في نيجيريا من الفارق الموجودين يقتلون ويخطفون يطلعونهم كذا حتى يشوهون سمعة الإسلام. ولو لاحظتوا كل وسائل الإعلام العالمية ركزت على هذا الحدث وكأنه الحدث الكبير عشان يبينون مدى بشاعة المسلمين ومدى يعني تخلف هم يخطفون تلميذات ويقول لك نبي نبيع حين ونبي سبايا، شو الكلام هذا يعني؟ هذا الكلام حتى في القرون الماضيه ما كان موجود اساسا، الان في القرون المتحضره يقول هذا الكلام. وبالتالي واضح ان هذه الجماعه هدفها هي هدف تشويه سمعه الاسلام، وراها يعني اجزم جسم وراها شغل استخبارات لتشويه سمعه الاسلام وضربه، وبالتالي هؤلاء لا يمثلون الاسلام، انما هم يعني مجرد يعني شخصيات وهميه لتشويه وضرب الاسلام، لكن الاسلام يبقى قوي. يريدون أن يطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره كذلك الظالمون، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات العديد. مهما شوهوا سمعة الإسلام يبقى الإسلام عزيزا بالقرآن وبمنهج النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أخ محمد العدم، وصلنا لختام الحلقة، شكرا جزيلا لك. حياك الله محمد. مشاهدي الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، آملا أن تكونوا قد استمتعتوا معنا. نراكم إن شاء الله بالقد. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.